البروبيوتكس هي نوع من البكتيريا المفيدة لجسم الإنسان، خاصة للجهاز الهضمي والمناعي. جسم الإنسان مليان بالبكتيريا، إن كانت البكتيريا النافعة أو البكتيريا الضارة. وآخر دراسات بتفرجي إنه قلة البكتيريا النافعة بالجسم بتؤدي لزيادة تعرض للأمراض. فيكن تحصلوا على البروبيوتيك من مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل مشتقات الحليب، مثلاً اللبن، الجبنة أو الحليب. فيكن كمان تحصلوا على البروبيوتيك من أطعمة المخمرة مثل الخضرة المخللة، الكفير، التمبي، الميزو أو حتى مشتقات الصويا. Forever Active Probi بيشتغل بشكل أساسي بالأمعاء ليساعد بعملية الهضم وتقوية الجهاز المناعي. عنده كمان قدرة على تجاوز حموضة المعدة، وبقلبه 6 سلالات مختلفة من البكتيريا وأكثر من 8 مليارات CFU. فيكن تاخدوا حبة بنهار من Forever Active Probi مع مي على معدة فاضية، أو لأفضل نتائج خذوا الحبة مع Forever Aloe Vera Gel. إن كان هدفكن تقوية أو تعزيز جهازكن الهضمي والمناعي، أنا بنصحكن تزيدوا Forever Active Probi على نظامكن اليومي. أنا لين أخصائية التغذية، ما تنسوا تعبروا عن أعجابكن. باي.